تقدم العمر في الوش الفات بيحصل له تآكل، الهيكل الخارجي اللي هو عبارة عن جلد فيبتدي هو يطبق على الوضع الجديد فبيحصل الساجنج أو الترهل اللي بيحصل في الوش. الخليج مع ان احنا ممكن نكون سبقناهم بس هم سبقونا دلوقتي في التكنولوجي. الموضوع فكر بس. ممكن تلاقي الست مستوى الاقتصادي كويس وكل حاجة لكن مهملة في نفسها. في حاجات احنا عندنا في الطب مكتوبة في الكتاب. تنفيذها ده مسؤولية الطبيب. الأستاذ الدكتور عمرو النجاري، أستاذ جراحات التجميل بكلية الطب، عضو الجمعية المصرية لجراحات التجميل، عضو الجمعية الأوروبية لجراحات التجميل، الحاصل على شهادة المدرب المعتمد من شركة أبتوس للخيوط من ضمن 20 جراح على مستوى العالم والأوحد في الشرق الأوسط. أهلا بكم. مصر في هذا الأسبوع، الأسبوع الماضي، كانت على موعد مهم جدا مع واحد من المؤتمرات العالمية الكبيرة التي أثرت الحياة العلمية. وأنا يعني أرى أن المؤتمرات العلمية التي تقام في مصر لها دور أهم جدا خصوصا في جراحات التجميل. أولا أنه بتعبر عن قدر كبير من السياحة العلاجية، الهدف الأسمى اللي احنا بنسعى له، ده هدف من أهداف البرنامج على فكرة، وهدف من أهداف كثير من الأكاديميات الطبية الموجودة الآن في مصر، أنه الأمان الموجودين الضيوف، هنتكلم عن كم الضيوف اللي بيمثلوا أهم المراكز الطبية، أسماء عالمية، ناس الأوائل في العالم في جراحات تجميل، أوائل في العالم في الخيوط الجراحية، كلهم كانوا موجودين في مصر في هذا المؤتمر العالمي الهام جدا جدا اللي احنا سعدنا جدا بوجوده على الأرض المصرية كأول مؤتمر للخيوط، مؤتمر دولي للخيوط، وعبر بقوة عن مصريتنا وعن ريادتنا في هذا المجال، لأنه كان أساسا كل القائمين عليه يعني اللي كانوا يدروه جراحين مصريين. الحقيقة النهاردة يعني يوم مهم جدا، لأن احنا هنتكلم النهاردة في جراحة التجميل بشكل تفصيلي، ومعي ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع في هذا المجال، وطبعا سوبر ستار جراحات التجميل، واحد من المتميزين الماهرين الكبار في هذا المجال، أستاذنا الأستاذ دكتور عمرو النجاري. أهلا بك يا دكتور عمرو. دكتور أيمن ازيك؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. مبروك، وشيء مبهر وسعيد، وسعدت جدا بالاي تي اي. اي تي اي حاجه يعني عالميه رائعه، المؤتمر الدولي الاول للخيوط على مستوى العالم، مؤتمر عالمي يعني. بالظبط، هو الاي تي اي حققت نجاح كبير جدا. يعني هي الاي تي اي باختصار للانترناشونال ستريد اكاديمي او الاكاديميه الدوليه للخيوط، ودي اول اكاديميه متخصصه في الخيوط في العالم. مصر احنا شرفنا ان احنا نكون الدولة الوحيدة في العالم اللي احنا عندنا اربعة مدربين دوليين لاربع او اكبر اربع شركات خيوط في العالم، وده مش متوفر في بلاد، يعني زي ما قلت لك يعني احنا ربنا جمعنا ووفقنا ان احنا نقدر نبقى كنترولنج الموضوع ده، وكنا كنا حابين ان احنا نحط صبغة دولية لمصر ونعمل حاجة دي نفيد بيها صغار الأطباء وشباب الأطباء عشان يبتدوا يكونوا فخورين ببلدهم وفخورين بالمنظومة الطبية اللي احنا فيها. وجبنا البايونيرز أو الأكسبرتس كلهم اللي في العالم في اليومين دول اللي احنا عملناهم. أنا زهلت من كمل يعني انتوا كنتوا بلغه عاملين زي الفرق اللي بتلم كل اللعيبه العالميين في حته برشلونة. واحده بقى ريال مدريد بقى دي كلها. يعني انتوا جبتوا ازاي، جبتوا كم، مع ان خد بالك هم كلهم متنافسين. لا وانتوا كمان، ما هو المفروض ان انتوا كمان. لا كل واحد بس انتوا ما عندكوش اربع اخوات. الاربعه الفرسان الاربعه هم دكتور عمرو النجاري، دكتور حسام سيد، دكتور هاني نبيل، ودكتور باسم زكي. الاربعه أساتذة جراحة التجميل، أربعة استشاريين جراحة التجميل، ناس خبرات طويلة جدا، وكل واحد فيكم بيمثل شركة من الشركات الكبار اللي هم الأربعة على مستوى العالم. وقدرنا التناحر ما بين الشركات العالمية، احنا جبناهم هنا كلهم جنب بعض جوه مكان واحد تحت سقف واحد، عملوا اكسبرت تريننج
لجميع الانواع الخيوط في العالم، حتى الخيوط اللي هي الجديده والمستحدثه والشركات الصغيره كمان كانت بتتصارع انها تخش في هذه الكوكبة، ولدرجه ان احنا عملنا حوالي 96 ساعه. انا سهلت من حجم العمل، سهلت من حجم العمل، وورك شوب كمان كانت سريعه. لا وبعدين عملنا عملنا عرض اخراج بالظبط، عملنا الكاميرات اللي تعرف الحاجات اللي عندكم دي، الكاميرات لا ده الكرينات، الكرينات والكاميرا المعلقه والكاميرا الافقيه بتاعت الاستاد دي بتاعت الكوره. احنا عملنا يعني حاجة. في كاميرات هنا وكاميرا الكلوز اللي هي الهاي ديفينيشن كلوز دي صعبه جدا، والحمد لله ربنا وفقنا. على قد ما احنا كنا فخورين باللي عمله ده، احنا هدفنا الاساسي ان احنا خد بالك يا ايمن، في بلاد كتير قوي حوالينا ملهاش تاريخ، عملت لنفسها تاريخ بحاجه واحده بس، سياحه المؤتمرات. بالظبط. واي نوت ان احنا نقوي دي في بلدنا، هنقوي السياحه ونقوي العلم ونقوي الدخل القومي ونعمل حاجات كتير جدا ترفع من مكانتنا على مستوى العالم. يعني دي كانت بدايه وان شاء الله هنقررها وان شاء الله هنعمل باذن الله شغل كويس، وكل الشركات ابتدت تدعمنا وابتدت تبقى حاسه ان الموضوع ده فرق معاها. كل المؤسسات الدوليه ابتدت تهتم ان هي، يعني احنا عملنا اكريديتيشن من الجامعه الاوروبيه، عملنا شراكه مع مؤتمرات دوليه، عملنا كل الناس خلاص عايزه تيجي الاي تي، عايزه تشارك، عايزه تعمل. انا اساسا كان المفروض اكون معاك في الاي تي بس انا كنت مريض. كان عندي دور جامد يعني، بس القاهره والناس كلها كانت موجوده بكاميراتها بمخرجيها بكل حاجه، شاركت الحدث كله وساعدنا. بص الكاميرا دي، الكاميرا دي كاميرا اللي هي دي كمان اللي من فوق، يعني اللي بتكلم على الكاميرات اللي هي من فوق كرينات. حاجه جميله. الدكتور جورج اللي شغال ده يعتبر من احسن الناس في العالم في استخدام الخيوط، ده رقم واحد. هو المنتور، هو والده هيتس فاميلي هم اللي اخترعوا الخيوط، وهم اللي كانوا سبب اساسي في تطوير الخيوط حتى الان. الحمد لله ربنا وفقنا. ان شاء الله. شركه ايه؟ أبتوس. انت بقيت اكسبرت أبتوس. الحمد لله. هو يعني انا طبعا بهنيك على الحمد لله. هو طبعا الشهاده اللي انا خدتها دي لسه واخدها في سبتمبر الشهر اللي فات. اول شهاده في العالم ان حد ياخد حاجه اسمها اكسبرت سيرتيفايد، يعني اكسبرت سيرتيفيكيشن. هي دي ان انا خبير في الخيوط وليس ممارس للخيوط او ترينر للخيوط. دي اكسبرت سيرتيفيكيت اللي هي شهاده خبير. دي تعلو عن الشهاده اللي قبل كده. الاول انا اول حاجه كنت مستخدم او يوزر، بعد كده ترينر، وبعد كده الاكسبرت. خلاص كده ولا في حاجه اعلى لسه؟ مش عارف، بس لحد دلوقتي يعني الحمد لله. الحمد لله. يعني الاي تي اي حققت اكتر من نجاح، انا بهنيكوا طبعا جدا. الحمد لله. والتهنئه للرباعي اللي انا بسعد وبشرف بصداقتي ليهم وبسعد بعملكم الجماعي الرائع جدا. يعني التهنئه موصوله لدكتور باسم زكي الراجل المتميز للغايه، دكتور هاني نبيل النجم. انت عارف الناس دايما سيد ودكتور عمرو النجاة بتسالنا انتوا ازاي صحاب؟ ما هو دي حته صعبه يعني. لا صعبه قوي يعني. لا احنا عزموني على العشاء على فكره كده. احنا حبينا نفصل التنافس المهني عن المنفعه العامه. المنفعه العامه دي ان احنا نبقى قلبنا على بعض، نطور شغلنا، نحافظ على الصناعه اللي احنا بنعمل بيها، نكون مفيدين لمجتمعنا، مفيدين لصغار، مفيدين لبلدنا. يعني هو الفكره احنا للاسف ما بنعرفش نشتغل مع بعض. احنا كسرنا هذه المعضله. لا احنا بنشتغل مع بعض وبنساعد بعض، وعايز اقول لك احنا ما فيش فينا اي ضغينه ان انا شغال وهو اقل انا اكتر. احنا ما عندناش مشكله خالص. انتوا وصلتوا لمرحله انتوا جبتوا شركات متنافسه مع بعض. بالظبط. واحنا دخلنا الروح دي في الشركات. يعني الناس دي انا عايز اقول لك ان في شركات استحاله يقابلوا بعض. احنا خليناهم يقعدوا في نفس المؤتمر وفي نفس الراوند تيبل ونفس البانل ديسكشن، وكانوا بيتبادلوا الحديث بمنافسه شريفه وليس بمنافسه مش شريفه. لا لا ما شاء الله. وكلهم الافاده للطلبه، الافاده للكانديديتس، الافاده لصغار الاطباء اللي هم جايين يشوفوا ايه الجديد. المبهر في الاي تي اي، المبهر في المؤتمر كمان اللي انتوا عملتوه اللي هو الشوينج روم اللي هو العرض، التوك شو، التوك اللي هي الممر
بيسموه ايه في بتوع الكات ووك بيسموه بتوع عملته كات ووك بتاع الاوسكار بالظبط يعني زي ممر الجوائز وممر العرض بحيث ان كل زوايا الرؤيه تكون موجوده. كمان عملته شاشات رائعه جدا. انا عايز اقول لك هم كانوا مبهورين بطريقه الاخراج بالظبط، بطريقه العرض، بطريقه الـ 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 يعني انت احنا بنمثل. لا احنا كمان خد بالك احنا عايزين نعمل حاجه غنيه قوي، احنا عايزين نعمل حاجه مفيده قوي. فلازم نصرف على الكواليتي دي اهم حاجه. ان احنا مش هدفنا ان احنا نعمل اي حاجه، لا احنا عايزين نعمل حاجه تعلم في بره عند الاجنبي اكتر ما بتعلم عند المصري او العربي. الحضور المصري كان كبير والعربي، العربي مفيش يعني. مفيش دوله عربيه، في السعوديه، من الكويت، من العمان، من السودان، من ليبيا، من العراق، من الأردن، من يعني أنا مش عايز أنسى حد، لكن ما فيش دولة عربية ما حضرش منها. كم خبير أجنبي حضر؟ والله مش متذكر بالضبط يعني، بس عدد كبير يعني. إحنا كان عندنا حوالي 25 شركة بالإكسبرت بتاعها، وكان في شركة جايبة في شركة فرنسية، وكان في 2 خبرة فيهم، يعني كان حوالي 26. والحمد لله يعني كان التنظيم كويس. طبعا الناس كانت في ساعات، في سيشنز وفي محاضرات وفي وركشوبس كانت في نفس الوقت، لأن احنا كنا ضاغطين الموضوع في 48 ساعة. فكنا عاملين كان في شويه اوفر لاب، كان دي من الحاجات برضو اللي احنا ممكن نتفاداها، ان الناس كانت عايزه تحضر حاجتين ثلاثه في نفس الوقت وكانوا ما بيلحقوش. فدي من الحاجات اللي احنا بنحاول. انا كنت اتمنى ان انتوا تمدوا كمان يوم او يومين. كان الموضوع برضو يمكن انتوا خليتوه سريع، كوندنسد قوي. يعني كنا بنبتدي الساعه 8 الصبح. كان عندنا اتنديز وعندنا محاضرين بيبتدوا من الساعه 8 الصبح لحد الساعه 8 9 بالليل. انا هروح لحواري معاك في الفتره، في الشويه اللي جايين دول، عن اللي انت اشتغلته في المؤتمر واللي انت اشتغلت عموما في الفترات دي في الاي تي اي. فهتكلم على تنسيق القوام. تنسيق القوام جزء مهم كان في شغلنا. عايز اتكلم الاول على عمليات تنسيق القوام امتى تكون ناجحه. لما جيت تشرح للناس ايه اللي يخلي عمليه تنسيق القوام مقياسيا صح؟ هو اهم حاجه بس احنا الناس بنبقى فاهمين ان الطب ده عامل زي الحساب. يمكن اللي بيفرق في تطبيق الطب او جراحات التجميل حته السنس البسيطه اللي بتختلف من بني ادم للتاني، لكن تطبيق الطب ده لا يختلف عليه اتنين. احنا عندنا كل شابتر او كل قسم من اجزاء الجسم او كل قسم من اجزاء جراحه التجميل ليه شابتر. الشابتر ده اول ما تخش فيه كده بيقول لك ايه الانديكيشنز بتاعتك، انت هتعمل ايه، ايه الاناتومي او ايه الستاندرد اللي ربنا خلقه بالمقاييس دي، عشان هي دي اللي احنا نبتدي نسترجعها او نبتدي نحافظ عليها. عشان ننسق القوام لازم نبقى عارفين السن، السكس او الجنس، درجه الترهل قد ايه، الكونفيجريشنز اللي محطوطه. يعني في علم هنا، الموضوع مش 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 حاجات تخيليه او حاجات بيغلب عليها الاهواء الشخصيه. يعني تطبيق الطب ما فيهوش شخصنه، يعني ما ينفعش اقول لك رايي الشخصي. يعني دايما لو رحت للدكتور وقال لك انا رايي الفلان، لا ما ينفعش. احنا بنقول استاتستكس، يعني بنقول الطب هنا قال المنطقه دي من العلم دي حلولها. هنا لما اختيار العين المناسب، اختيار العمليه المناسبه، اختيار الجرح المناسب. يعني ايه اختيار الجرح المناسب؟ يعني انا ما ينفعش اعمم او افصل الطب على المريض، بالعكس انا لازم افصل المريض على الطب. يعني هو ايه مشكلته، بتنحصر في ايه المنطقه، هل هو ملائم، هل هو انديكيشن. يعني مثلا في بنات بتبقى عايزه تعمل شفط دهون بس هي ما عندهاش مشكله. في نفس الوقت في بنات بتبقى مثلا او ولاد او في مرضى بيبقى عنده سمنه مفرطه عايز يعمل شفط دهون، هو مش فاهم هل ده انديكيشن. لا ده طبعا ما فيش انديكيشن ان انا يكون حد عنده سمنه عامه او سمنه مفرطه وابتدي اتعامل معاه بعلاجات موضعيه. الشفط ده علاج موضعي للسمنه، يعني انت يكون جسمك مظبوط او انت جسمك مظبوط شفط، بس عندك تكتلات دهونيه في مناطق معينه مش هدفها ان انت تخسي على الميزان، هدفها ان انت تعملي شيبنج او كونتور او تنسيق القوام. ده الكونسبت اللي لو انا اتبعته
اقدر اوصل العيان للساتسفاكشن او الارضاء. لكن اي تطبيق خاطئ في هذه البارامترز من الاول، حتى لو انا شاطر على فكره، حتى لو انا دكتور عندي مهاره وعندي علم، لو انا ابتديت اطبق المنظومه غلط هفشل. يعني اللي انا عايز اقوله لسيادتك، الطب مساله حسابيه بحته، 1+1=2، مريض عنده مشكلة، عندك طرق حل علمية، هتطبق كل المنظومة دي هتلاقي نتيجة ناجحة ومبهرة، وبنفس الوقت هتدي مصداقية للعمل. طب عايز اروح للزراعين، هبدأ الاول بالزراعين. انا هبدأ بالزراعين واروح للثدي، وبعدين هكلمك على شفط الدهون وشد البطن وانهي بمنطقه الفخذين، المنطقه الصعبه. هبدا بالزراعين. ايه اللي يخليك تقول إن او المريض يعني عمل زراعين مريضة فقالت انه هذه العملية نجحت؟ مقاييس نجاح الزراعين ايه؟ اولا يكون في تناسق. يعني انا ساي مثلا داخل اعمل عملية للمريضة، المريضة مثلا عندها تكتلات دهنية وعندها ترهل في الجلد. طيب هبتدي احكم على الامور، هل درجة ترهل الجلد ده ترهل بسيط ولا ترهل متوسط ولا ترهل متقدم؟ كمية الدهون اللي موجودة، هل موجودة في الجزء الخارجي؟ هل موجودة في الجزء الاسفل؟ هل موجود في الجزء الداخلي؟ كل الحاجات دي بتوصلنا في الاخر ان احنا بنختار نوع العملية. يعني ايه؟ يعني العينة دي هعمل لها شفط فقط؟ ولا هعمل لها شفط مع شد جزئي؟ او اعمل لها شفط مع شد كلي؟ او اعمل لها شد بس؟ على حسب تصنيف الحاله هبتدي اصنف الحل. لان انا يعني اصلا ساعات من الحاجات اللي بتخلي معظم المرضى بيخافوا يعملوا عمليه الدراع دي بالذات شكل الجرح. يمكن قلت لك قبل كده ان في مريضه مثلا تيجي تقول لك يا دكتور لا انا عايز جرح الصغير اللي من تحت الابط، وهي بيبقى عندها تهدل في كل الدراع. اقول لها يا استاذه ما ينفعش، لان انت حضرتك الجرح الصغير ده مش هيشد الدراع شد كلي. تقول لي لا الدكتور انا رحت للدكتور الفلاني وقال لي ينفع. فهنا بيبقى المريض في حته صعبه جدا. المشكله ان في مجموعه او في ناس بتبقى غير متخصصه بتبتدي تدخل في هذه المنطقه وبتبتدي تعمل نوع من انواع البرين ووتش او بتعمل تضليل للمريض. مفيش حد في مصلحته ان هو يعمل حاجه اوفر، لا انا هي ان انت الستيب لادر تريتمنت او التدرج العلاجي ده احسن حاجه في العلاج. لكن هو لا يصح في الاخر غير صحيح. لو هي عندها تهدل بسيط في اعلى الذراعين ماشي، يبقى هو ده الحل المناسب. لكن لو انا جيت اعمل خياطه او جرح الصغير اللي هو تحت الابط، انا مش هيخليني ادي سبيس، فهدي نتيجه غير مرضيه للمريضه. حتى لو جيت بعد كده قلت لها انت اللي اخترتي دي، يعني انا برضو عايز اقول للاطباء ما ينفعش تسمع كلام المريضه، لان المريضه ممكن تيجي تقول لك اختار لي ده عشان انا ده اللي مريحني ما تعمليش التاني، وبعد كده لما تشوف النتيجه الغير مرضيه تبتدي تتهمك، وده في عرف الطب اتهام ليك صريح، لان انت تعلم وهي لا تعلم. هنا منطقه المساءله الطبيه، هل انت طبقت الطب بصوره صحيحه ولا لا؟ فجزء كبير من عدم الرضاء بيرجع لاختيار المريض غير المناسب، اختيار العمليه غير المناسبه، اختيار الجرح غير المناسب. حتى يعني من زمان كنا دايما لحد 4-5 سنين فيها كنا دايما العينه اللي تعمل جرح البريكوبلاستي او شد الرضاعين نقول لها بص الجرح غالبا هنحتاج بعد 6 شهور نعمل له اعاده، لان هو بيبقى عليه تنشن. دلوقتي في طرق جديده ان احنا نحط الجرح في مكان هيدن ما بيبقاش باين والتنشن فيه اقل، فالتقدم هنا سهل الموضوع وخلى النتائج فعلا بتبقى احسن. طيب هروح للثدي. الثدي هروح لحته مهمه الاول في الثدي. في ست ممكن تيجي لك تقول لك انا عايز اعمل تكبير ثدي، بس تبقى مبالغه، هي مصممه في طلباتها اللي غير مطابقه للمواصفات العلميه. يا ستي ما ينفعش اللي انت عايزاه ده، تعمل ايه ساعتها؟ هو الثدي من الحاجات اللي هي بتبقى مؤلمه نفسيا جدا للثدي، فبتيجي لما تيجي تقرر تعمل عمليه فعايزه تعمل احسن حاجه. احسن حاجه بالنسبه لها ممكن تبقى اسوء حاجه مش عارفه. يعني معظم الناس اللي عايزه تيجي تعمل عمليه دي عايزه تركب جهاز حجمه كبير مثلا عشان تبقى هي خلاص هي هتعمل حاجه بتعملها صح. هي متخيله ان انا كل ما اكبر حجم الامبلنت او الحشوه ده في صالحها، وده شيء عار تماما من الصحه. ليه بقى؟ حضرتك الانفلوب او الجلد بتاع الثدي ده بيبقى القياسات، القياسات دي عايزه مقاس معين. طب لو انا جيت عملت اوفر ستريتشنج او اوفر استيميشن لحجم الامبلنت او الحشوه، هنا هيحصل حاجه
هيحصل حاجه اسمها اوفر ستريتش للجلد. الجلد ده هيتشد قوي، اول ما يتشد قوي الجلد يبتدي يحصل منه المضاعفات اللي احنا بنخاف تحصل، وهي لا تدري زي ما قلت لك اختيار العيان واختيار نوع الجراحه واختيار شكل الجراحه اختيار مكان الامبلت في الثدي بالذات. احنا بنقول للسيده او البنت انت عندك الدرجه المعينه دي من السقوط او الضمور او او او، فهيحتاج مننا نعمل 1 2 3. ساعات الكلمه بتاعتك الدكتور بتبقى قاسيه على المريض، يعني ساعات المريضه بتبقى جايه ده حشوه وبتتركب بجرح صغير، لا هتلاقي الدكتور بيقول لها لا ده انت عندك تهدل ولازم نعمل تكبير مع رفع والجروح هتكتر، فتبتدي هي يتهيأ لها حاجه من الاثنين، يا الدكتور ده عايز ياخد فلوس اكتر مثلا، يا الدكتور ده هيشوه جسمها، في حين ان هو الدكتور ده هو اللي بيتكلم الكلام المنطقي الطبي. فهنا الارضاء بتاع المريض تخيلي، يعني هي متخيلة حاجة ودي مش حقيقة. ممكن تبقى تخيلاتها مبنية على أسس علمية ودخلت على مواقع طبية وعرفت، لكن مش كل الناس بتعمل كده. فأنا حتة الثدي بالذات دي لازم تتعمل بطريقة معينة تضمن إن العملية تبقى صحيحة، مش بعد العملية بشهر، بعد العملية بعشر سنين زي ما بنقول. اختيار العيان، اختيار الجهاز، اختيار شكل الجهاز، يعني كل ست ليها حاجة اسمها الفوت برينت، يعني كل ست ليها شكل بصمة الثدي، بصمة الثدي بتاعها ده لو انا حطيته غلط، يعني لو هي اصل في ناس تقول لك يا دكتور لا انا عايز اركب الجهاز الاناتوميكال اللي هو دمعة العين ده عشان ده بيدي شكل ناتشرال، ده كلام غلط. في ايكويشن معينه اسمها الواي ايكويشن، الواي ايكويشن دي احنا بنشوف بنقيس محيط الصدر وبنقيس المسافه من السوبرانال نوتش لحد النبل وبنعمل معادله، المعادله دي هي اللي بتدينا حاجه اسمها الفود براند. السوبرانال نوتش دي النقطه فوق عظمه القص الخنجري، ديبريشن كده، انخساس انخساف انخساف فوق عظمه القص الخنجري اسمها سوبرانال. المعادله دي مسافه بقى بينهم دي بتحط انت مع محيط الصدر، المعادله دي بنطلع منها رقم، الرقم ده بيقول لك الست دي الفوت برينت بتاعها راوند، يبقى لازم الجهاز يتحط راوند وهو ده الناتشرال بتاعها مش التير دروب او الدمعة العين. الناس مش فاهمه كده، وضعيه الجهاز نحطه تحت الغده امتى وتحت العضله امتى، وفي حاجه اسمها السب فيشل او باي بلانر، يعني الموضوع فيه تقدم كبير قوي، ما بقاش زي الاول، ما بقاش ان هو حتى الجهاز السموس ولا الجهاز ستكتشر اني واحد فيهم احسن، الحاجات دي كلها تقنيات جديده، التقنيات دي احنا عارفينها عشان احنا على طول متابعين. المريض ممكن يبقى مشوش، ممكن يبقاش عارف، تدخلاته العنيفه انا لازم اخدها الاول بتحليل علمي عشان هو يبقى فاهم، ساعتها لما اختار العيان المناسب والعمليه المناسبه والجهاز المناسب والليفل المناسب هي دي اللي بتنجح في الاخر الجراح. طيب اذا كان انت همتني سؤال، انت قلت لي انه في حاله تخيل معينه في العمليه لازم تكون موجوده، ده في التكبير، طب التصغير ده تخيل تماما، لانه التصغير هي اساسا عندها ثدي كبير وعايزه تصغره، ولما تصغره هي مش شايفه خالص ولا متخيله هو هيبقى شكله عامل ازاي. انت عارف والله ايمن عمليه تصغير الثدي دي يعني ممكن تترسم بس في ساعه. بنقيس، عارف لما تبقى رايح تقيس بدله، لما الست تبقى رايحه تقيس فستان بالظبط، الباترونه اللي بتترسم على جلد المريضه قبل ما نبتدي الجراحه اهم من الجراحه، ولازم تترسم العينه صحي وواقفه، ولازم نحدد لها كل حاجه، المدام مكان النبلز فين، طول الجرح هيبقى ازاي، طريقه الرفع هتبقى ازاي، وبالذات لو في تصغير كمان هنعيش الغذاء الدموي بتاع النبل والاريلا هنعيشه على انهي سوبيريور ولا سوبروميديال ولا انفير، موضوع كبير جدا على فكره. وفي الاخر دي انواع التغذيه الدمويه، التغذيه الدمويه دي اهم حاجه بنحافظ عليها في عمليه رفع او تصغير الثدي. الجروح بتعتمد على كمية الترهل وكمية اللي احنا هنشيله قد ايه، يعني احنا بنقول ايه، كل ما الصدر او الحالة ما تبتدي تسقط لدرجة معينة كل ما تسقط اكتر كل ما الجروح تبقى اكتر، يعني في رفع دائري، في رفع دائري وجرح طولي، في رفع دائري وجرح الانكر اللي هو الانفيرتيتي، يعني في حاجات كتير قوي بتتحدد، مش كل واحده ست زي الثانيه، مش كل الناس هتطلع جرحها واحد، لكن الكونسبت هو الواحد، هو الفكر او العلم واحد، تطبيقه هنا كل بني ادم غير التاني. عشان كده برضو لازم الناس تبقى فاهمه ان الدكتور مش بيعمل اللي انت عايزاه او اللي هو عايزه، هو بيعمل اللي عايزه الطب او التقنيه المناسبه لحضرتك. السؤال الكلاسيكي اللي هو
رخم شويه. افرض ان المريضه طلعت مش راضيه في كل العمليات بتاعت الثدي، كبير او تصغير، ايه الفيصل؟ والدكتور راضي خلاص عمل حاجه صح. هي الارضاء النفسي مهم جدا. يعني هي ممكن تبقى هي مبسوطه مثلا وزوجها مش مبسوط، ممكن يبقى هي مش مبسوطه قوي، حاسه ان انت كنت متحفظ شويه في كميه الجلد اللي شلته، في كميه الفاتس اللي شلتها، يعني في حاجات كتير جدا ممكن تبقى فيها تحفظات. التحفظات دي لازم اوصل للمريض ان انا مش هدفي ان انا اعمل حاجه على مزاجي، لا انا بعمل حاجه المناسبه لجسمك. يعني ايه جسمك؟ يعني المفروض احنا القياسات اللي احنا بنقيسها دي عشان نوصل حجم الثدي للحجم الطبيعي بتاع الانثى دي او الست دي. الحجم ده لازم يكون انا شرحه كويس للمريض. يعني انا ايه يعني ايه شرحه كويس؟ لازم تكون متخيلاه. زمان كنا بنعمل في بروجرام على الكمبيوتر كده، بنبتدي نحط الصوره قبل وبعد كده نعمل احنا بالجرافيكس كده شويه حاجات عشان ندي صوره تخيليه، لكن وجدنا ان ده غير منطقي لان هو ده غير حقيقي. ابتدينا نعرض شويه صور قبل وبعد عشان ندي تصور لشكل الجرح، تصور لالتئام الجرح، مراحل التئام الجرح، في حاجات كتير قوي بنعملها عشان نقرب الصوره التخيليه للواقع. في الحاجات دي لازم يبقى العين عارفها، حتى شكل الجرح، التئام الجرح بعد قد ايه، لون الجرح بيتغير بتسلسل قد ايه، يعني الفترات الثلاث اربع شهور بعد العمليه في لزقات وفي كريمات وفي ليزر وفي كل الحاجات دي لازم يتعايش عشان ما يبقاش في عنصر المفاجاه، ما يبقاش فجاه لقيت الجروح بتضرب. طيب عايز اروح بقى لثلاث حاجات صراع شويه بس مهمين. اولا شفط الدهون، انا عايز شفط الدهون، هسالك ثلاث اسئله وتجيبني اجابه واحده على الثلاث اسئله. اجابه واحده. اجابه واحده. العمليه عمليه صعبه، عمليه مش سهله، استسهلها الكثيرون لكن هي عمليه صعبه، صعوبتها في انها نتائجها مش مباشره، مش بعد يوم العيان هيبقى واخد كل النتيجه، لا ده عايزه وقت. فايه المقاييس بتاع النجاح العمليه اللي صعبه اللي مش سهله؟ مش بس مقاييس النجاح، مقاييس الاختيار، لان غير متخصصين كتير حطوا ايدهم في العمليه بالزبط. دي بس فله ما لهمش اي علاقه بشفط الدهون، قال لك انا هشفط الدهون، من مش دكاتره لدكاتره مش متخصصين في جراحه التجميل. يعني في ناس متخصصين في جراحه السنه بيروج ان هو بيعملوا جراحات تجميل، هو طبعا مش هو اللي بيعملها اكيد، بس دي سنه سوداء يعني. يعني جراح سمنه يتكلم في جراحه تجميل؟ لا، وجراحه في جراحين نساء وفي جراحين حاجات كتير قوي بتتكلم في جراحه التجميل وشفط الدهون. هذا تجاوز غير مقبول، غير مقبول، واحنا مش هنقبله. يعني انا كطبيب كدكتور مش هقبل ان حد يعمل كده واسكت. هذا تجنب لازم وإساءة للطب المصري. يعني دول واحد او اتنين في وسط 5000 دكتور محترم، وسط 150000 دكتور محترم، واحد او اتنين بيسيئوا بيسيئوا سمعة الصناعه كلها في البلد كلها. بص بص ايمن، دايما شفط الدهون ده الناس بتاخده سلعه، مع ان شفط الدهون ده سهل الممتنع. يعني ايه سهل الممتنع؟ هي يهيالك ان عمليه سهله جدا، لكن هي في باطنها عملية أصعب عملية تجميل، لأن الغلطة فيها بتدمر حياة البنات، مش تؤدي للوفاة على فكرة، مش قصدي الوفاة، تدمر نفسية البنات. يعني لما تيجي طبعا دايما الناس اللي عندها سمنة بتبقى متخيلة إن هي راحة تعمل شعرها مثلا عند الكوافير، الشفط ده حاجة سهلة جدا وكل الناس بتعملها، ده الكلام ده مش صحيح. والابيوز بتاع العمليه دي في مصر او في مناطق المحيطه بينا خلى فيها تخوف رهيب، مع انها عمليه سالمه امنه جدا وفيها نسبه امان عاليه جدا، بس زي ما اتفقنا اختيار المريض المناسب، اختيار العمليه المناسبه، اختيار التوقيت. يعني ما ينفعش مثلا عيانه تكون عندها انيميا وتخش تعمل شفط، ما ينفعش عيانه تبقى عندها مشكله صحيه او بتاخد ادويه بطريقه منتظمه تؤثر على مثلا سيوله الدم وتعمل شفط. هي دي الحاجات اللي هي عدم تطبيق عدم التطبيق الجيد للطب. لكن في الاخر في دخلاء كتير زي ما انت بتقول، في نتائج معاكسه كتير، في حاجات بنسمع عنها زي الناس ما بتسمع عنها، احنا كاطباء بنسمع عنها على فكره. التطبيق الغير صحيح او بالغير المتخصصين او باللي بيدعوا ان هم متخصصين هو ده اللي بيؤدي ايه؟ بيؤدي الى المشاكل. لكن هي عمليه
فيها صنعه، فيها مهاره، فيها علم، فيها امتى نشفط كتير وامتى نشفط قليل، نشفط الليفلز بندخل فيها ازاي، ازاي نحافظ على الفايتال اورجنز اللي موجوده ان احنا زي ما نعورهاش. يعني في ناس بتعمل شفط البطن بتعمل مشاكل داخليه في البطن، يعني الكانيولا دي لو انا مش شغال بيها بحرص ممكن اخرم الغشاء البروتوني واعمل مشاكل، ودي حصلت. فاللي انا بقوله الموضوع هنا ما لاش ناخده بالطريقه ان هي عمليه سهله ودي خرم صغير، لا خالص. العمليه دي ممكن تدمر الجلد وتدمر الانسجه ما تحت الجلد، ممكن تعمل مشاكل في الاعضاء الداخليه جوه تجويف البطن، ممكن تؤدي الى حدوث انيميا ونزيف الى وفاه زي ما بنقوله لو ما اتطبقتش بصوره سليمه. شد البطن ما بين عمليتين، عمليه واحده عندها ترهلات بسبب ولاده وبتاع وجايه لك شويه دهون زايده ثانيه كده معينه هتعمل شد بطن. واحد ثاني عمل عمليه جراحه سمنه كان وزنه 160 كيلو خس بقى 70 80 كيلو جاي بكميه دهون كبيره قوي. ايه مقاييس؟ جلد كبيره وكميه جلد كبيره. ده هيتشد له ده هيتشد له. بس ايه الفرق في الاثنين؟ الفرق طبعا البطن بالذات. سؤال حلو جميل. سؤال حلو. البطن بالذات احنا عجبني السؤال. في ناس كتير قوي الاثنين شد. في ناس كتير قوي متخيله ان عمليه شد البطن دي عمليه متعبه جدا والجرح فيها كبير جدا عمليه جميله. لا انا عايز اقول لك ان جرح شد البطن ده مش ستاندرد. يمكن مكانه ستاندرد، بس ازاي احط الجرح، ازاي ارفع الجرح. يعني احنا دايما بنحب نقول للناس اللي احنا هنعمل لهم العمليه بالذات انه يجي العمليه بالشورت او بالاندروير بتاعه الستايل بتاعه. ليه؟ لان احنا عايزين نحط الجرح في منطقه معينه تخليه مش باين. طيب الجرح ده بيخلص فين وبيبتدي فين؟ ده كل بني ادم غير التاني، كل ست او كل راجل وهو واقف بيبقى عنده تانيه اماميه. التانيه الاماميه دي احنا بنبتدي الجرح منها وبنخلص منها. يعني ايه؟ على قد الفولد ده بنحدد مكان الجرح. في ناس الفولد فيهم زي ما انت بتقول اللي هم اللي عملوا عمليات البرياتريك او الانقاذ الوزن، فبتلاقي بنعملهم حاجه اسمها بيلت لايبكتومي زي الحزام، بناخد البطن لحد الظهر عشان الترهل بيكون واصل لحد فعلا زي الصوره دي، بتبقى واصل لحد منطقه الظهر. فهنا احنا لازم نبقى عارفين ان مفيش ستاندرد لطول الجرح. الستاندرد ده بتاع كل مريض غير التاني. شكل الجرح، هل رفعناه، هل خليناه على خط البكيني، طول الجرح لفناه دائري، عملناه على الفولد، عملنا ميني، في حاجه اسمها ميني تامي تاك، في حاجه في ساعات بنعمل تامي تاك من غير سوري شد للبطن من غير ما نعمل بلاكيشن او شد للعضلات. يعني في حاجات كتير قوي متغيره مش ثابته، لكن في الاخر هي منظومه علميه انا ما بالفهاش. انا بعمل الحاله بما يتناسب معها وما يتراءى العلم في الحاله دي. مش هسيب برضو شد الفخذين، عمليه صعبه مش سهله، عمليه ليها مقاييس لان منطقه حركيه، منطقه سهل الانفكشن فيها. بص عمليه شد الافخاذ بتبقى فيها تقدم كبير جدا دلوقتي. زمان كنا برضو احنا متخيلين صعوبتها في الديسكشن العنيف فيها، لا الموضوع دلوقتي بقى مختلف تماما. هي الفكره برضو الديسكشن هو الجرح لا الديسكشن اللي هو ازاي ان انا افضل افصل الانسجه عشان اقدر اشد الجلد كويس. دلوقتي ممكن نعمل عمليه شد الفخاد دي بجروح صغيره على حسب كميه الترهل. لو الترهل كامل في الفخذ من اول لاخره يبقى لازم نعمل الجرح الطولي. لو الترهل في اعلى او التلت الاعلى بنعمل الجرح البكيني او اللي هو في اعلى الفخذ. ممكن نعمل كومبايت، نعمل ال شيب انسجن اللي هو بواخد البكيني مع الجرح الطولي، كل عينه غير الثانيه. لكن من الحاجات الجديده ان احنا ممكن نعمل الحاجات دي نحط من غير ما نحط درنقه مثلا، ان احنا بنشيل طبقات معينه من الجلد ونبتدي نعمل بلايكيشن للجلد عشان ما نبقاش عملنا ديد سبيس او ما عملناش حته تحت الجلد فراغ كبير يستلزم وجود درنقه. هي الفكره كلها في العمليه دي بالذات ان انا بقول للعيان ان انت هتقعد 3 اسابيع بعد العمليه بلاش تحمل على رجلك، مش عشان انت مش قادر، لا عشان نحافظ على الجرح. الجرح بتاعنا ده ليه مكان. لو انا عامل الجرح البكيني ده لو عمل مجهود او جري او عمل حاجه اوفر على عضلات الفخذ او عضلات الساق او سوري الافخاد، بيبتدي الجرح ده يحصل له حاجه اسمها مايجريشن، الجرح نفسه ده ينزل. فتبتدي الست تقول لحضرتك ده انا الجرح كان فوق بقى تحت، بقى وصل لحد نص الفخذ. يعني ما ينفعش كده، لازم التعليمات. يعني في حاجه اسمها جراحه وفي حاجه اسمها استشفاء. الاستشفاء ده مرتبط بنجاح العمليه ونجاح شكل كمان الجرح في اخر الجراحه. عظيم عظيم جدا. انا عايز قبل ما امشي
اشكرك شكرا جزيلا على تشريفك وقبولك دعوتي. ثانيا اهنيك على النجاح المذهل للاي تي اي الاكاديميه، صحيح حاجه رائعه جدا ومشرفه. اهنيكم على روح التعاون والعمل الجماعي اللي انتم افترضتوه في, في, في عالم جراحات تجميل بين اربعه، كل واحد فيهم لوحده يعني مشكله مشكله كبيره، يعني مش اربعه يعني واحد بيسند التاني ولا اتنين كبار، لا لا الاربعه كبار يعني الحمد لله. والاربعه كل واحد فيهم منظومه كبيره جدا، فكون ان انتم تتعاونوا هذا التعاون خدمنا جدا في السياحه العلاجيه الحقيقه. المؤتمر الدولي الاول للخيوط، وكون ان انتم تحطوا خلاص مع التاريخ سجل ان انتم اول مؤتمر دولي للخيوط، هيجي بعد كده حاجه المؤتمر الثاني، يعني هيبقى دولي ثاني واحد مش انتوا، اي حد في اي حته في العالم، لكن انتم ما شاء الله عملتوا حاجه حلوه قوي. ان شاء الله يعني يكون كمان في حاجه قريب في الشتاء بقى كل سنه اني ولا لا احنا هنعمل حاجات رياضه كده عشان يبقى في كل مدى في افكار جديده بنحب نجيب الاكسبرتس بتوعها عشان يعلموها لصغار الاطباء ونعمل تطوير للطب في ده هيخدمنا جدا ان شاء الله. نقل الخبرات العالميه، تبادل الخبرات الاقليميه الموجوده في الاقليم، نقل الخبرات للشباب الموجودين داخل مصر، بالاضافه لارساء روح التعامل الاجتماعي التعاون ما بين الخبرات وبعضها والعمل الجماعي، والاخر التنمية اللي انت قلتها المهمة جدا للسياحة العلاجية، مش السياحة كمان، سياحة المؤتمرات والسياحة العلاجية. ما ان شاء الله بإذن الله كل واحد جاي واحد يجي يقول لك طب انا اقعد شوية في مصر اشتغل، وهذا كويس مفيش مشكلة، حاجة جميلة. نورتنا وشرفتنا وكالعادة ابهرتنا. شكرا دكتور ضيف العزيز القيمة العلمية الكبير الاستاذ دكتور عمرو النجاري كان في الساحة. خليكم على الساحة.